بعيداً عن ضجيج الحرب والحصار والأزمات في تيغراي، تم تنظيم مناسبة توعوية للشباب والشابات في مدينة مغلة في تيغراي بتنسيق من جمعية ألف الإنسانية التي كان محورها توعية الشباب والشابات في وسط ظل الحصار والخوف والأزمات الذي هم فيه. كان مناسبة اليوم يعني مرة حلوة، تساعد توعية الأولاد وتوعية البنات. اليوم مرة جميلة وحلوة، أهدافها إن إنه يتعلم المجتمع البنات والشباب إنهم يتعاونوا في أشياء كثيرة وهذه الأزمة تمر بخير. صراحة مناسبة مرة حلوة ما شاء الله تبارك الله، وتوعوية للشباب والبنات، وكانت أهدافها مرة حلوة، وزي ما قلت توعوية إنه توعي الناس وتصبرهم على الأوضاع اللي إحنا فيها. ولم يمنعهم ذلك من تأدية شعارهم الدينية والاستمرار في الأعمال الخيرية، فهم يعانون أرواحهم ويبحثون عن السلام أو نقطة أمل إحياء أرواحهم. وأيضا صرحوا أن على شعب تيغراي من المسلمين والمسيحيين والأغنياء والفقراء التكاتف، وأنه عليهم مساعدة بعضهم البعض لتخطي هذه الأزمة. صراحة كان مسيحي أو كان مسلم مفروض انهم يتكاتفوا ويصيروا يد واحده ويتعاونوا. صراحه في ناس انه يعني درجاتهم وطبقاتهم تختلف بين الناس، يعني كفقير وكمسلم وزي كذا، فالمفروض انهم يتكاتفوا ويصيروا يد واحده ويساعدوا بعض، ولما الازمه هذه تمر ان شاء الله. عشان نتخطى هذه المرحله لازم نساعد بعض، لازم نساعد الفقراء. وأيضا طلبوا من المجتمع الدولي أن ينظر إليهم وأن يعيد لهم السلام والأمان الذي كانوا فيه، لأنه في عمق الظلام تنير لهم قلوبهم بالإيمان. أن يوصل أصواتنا للدول اللي برا، للدول الكبيرة، أنه يوصل أصواتنا لها وأنه يساعدونا ويسمعوا أصواتنا ويتكاتفوا معانا، أنه عشان نعدي هذه الأوضاع ونقدر نفك هذا الشيء، نفك هذا الحصار. تيغراي الأمور فيه مرة مصاعب كثيرة وأزمة كبيرة، بس لازم اللي موجودين في برا البلد يعني البلدان الكبيرة انهم يساعدونا ويشوفونا في هذه اللحظات، لان نحن قاعد نمر في ازمة مرة كبيرة، لازم يعني يساعدنا ويشوفنا وكل شيء، يعني لازم يساعدونا لان نحن قاعد نمر في ازمة مرة صعبة، ولازم يشوفونا ويساعدونا في اشياء كثيرة. وأيضا يشكرون جمعية ألف على هذا البرنامج التوعوي، وأنه عليهم الاستمرار في هذه الأفعال الخيرية.